عبد العبد نفسه ومعاه سيد عبد اللطيف وبيسموه في النادي المصري سيد سحر. وكرة حلوة لأسامة وملعوبة وعدى أسامة وجون فاضي وجون فاضي ويحط كرة جوه الجون ليتقدم النادي الأهلي بهدفين للا شيء نتيجة خطأ من علي المصري. صحيح طبعا وليد. اه برافو عليك. مره العزيز عبد المصري صحيح وكابتن جوهر. ايوه عبد العزيز عبد الشافي مره المصري. امال ايه بعد ما كابتن جوهري مشي قعد في المصري وكابتن جوهري مرن المصري ومرن النادي الاهلي. تمام صحيح. تمام. طيب هو الكابتن جوهري قعد 8 شهور تقريبا قعد وساب الفتره ما راح المنتخب. 3 شهور بس. 3 شهور وعبد العزيز كمل معاهم لغايه ما يجيبوا مدرب وبعدين عبد العزيز راح التحق ومعاه سيد عبد اللطيف وبيسموه في النادي المصري سيد سحر. وكوره حلوه لاسامه وملعوبه وعدى اسامه وجون فاضي وجون فاضي ويحط كوره جوه الجون ليتقدم النادي الاهلي بهدفين للا شيء نتيجه خطا من علي ومصطفى عبد العبد نفسه ومعاه سيد عبد اللطيف وبيسموه في النادي المصري سيد سحر. وكوره حلوه لاسامه وملعوبه وعدى اسامه وجون فاضي وجون فاضي ويحط الكوره جوه الجون ليتقدم النادي الاهلي بهدفين للا شيء نتيجه خطا من علي المصري. رجع الكوره من غير ما يشوف اسامه يخطفها اسامه ويعدي ويحسم الموقف. هدف اسامه عرابي بعد مضي 35 دقيقه من الشوط الثاني اسامه عرابي يحسم الموقف ويتقدم النادي الاهلي بهدفين للا شيء.